العافية يا رجال. تعال تعال يد العصر على كذا ريال. هي يد العصر عزيزي يعني في يد العصر يعني. خلاص اسمعنا أي واحد ما يشتغل آخر العصر. لا أنا ما عنديش أخر العصر، أنا لازم تبدأ السوق عشان تمشي. لو ما بديش السوق هذي مالكش عندي يوميات. تعجلنا عشان 150 جنيه عندي. هذي لك عشاني، لو مش عاجبك مالكش دعوة. خلصت السوق لا تاخذ يوميتك. يا عمي بعد ما بدو خلاص تماجين عشان محتاج يعني. ايوه عشان محتاج جهاز بسلك وتخلص السوق هذا. يا عمي ماشي يلا جماعة يلا. لما ما خلصتش السوق هذا ما تخش عندي ما تحش تحت. خلاص يا جماعة الغلابة يا جماعة خلاص يا ما تتكلمش في الموضوع دي على باب الله. ما خلصوش الارض دي ما لهمش عندهم اياها زي بعض على باب الله تخلص على باب الله. لو ما خلصتش الارض انا مش هدي حد كبير. لا زي بعض على باب الله ما لهمش دعوه بالموضوع ده. لا امشيهم انا زي بعض. تدخل يلا بينا يا ولد ابوك يلا بينا خلوهم يشتغلوا. خلصت انت؟ خلصت. كم يومي تبع؟ 150. ليه 150؟ يومي الدنيا شغالة فين الدنيا كلها؟ والله خلصت بعد المغرب. والله ما لي دعوة ولا بعد المغرب ولا قبل المغرب، هي 100 جنيه اللي معديها للناس كلها. 100 جنيه؟ 100 جنيه. طب عندي الناس كلها 150 دفعت 100 جنيه. والله اللي معاك بقعمله، أنا مش معدي غير 100. طب هات ال 100 جنيه يا أستاذ. ابقى لك، بكرة خدي. على 100 جنيه. على 100 جنيه. بكره خدها اجيب بس اسحب الفلوس من البنك واديك فلوس. ماشي يلا حسب الله ونعم الوكيل. شوف لي معفن ندب بعد ما ضيع الخارج. بعد ما ندب عبا عمليه فيك بس المعفن كان قال لي مجرد شغال باليومين ندب وما رضيش يقبضني اليوميه يقول لي بكره وبعده يلا زي بعضه.